معي من عين عيسى مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية. أهلا بك معنا سيد مصطفى. إذا دخلتم مرحلة جديدة، أكدتموه هذا في تصريحاتكم وعلى الأرض، ونتحدث اليوم عن أول دفعة. بداية تفاصيل أوفى عن أول دفعة تم إعادتها من السكان المدنيين، وماذا عن الدفعات الأخرى؟ نعم، مرحبا بكم وبمشاهديكم. حقيقة اسمح لي أن أهنئ أولى المجموعات العائدة إلى مدينة الرقة بالسلامة وبالتبريك لعودتهم إلى مدينتهم. كما قلنا، في قوات سوريا الديمقراطية وفي المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أن مهمتنا كقوات عسكرية في مرحلة ما بعد التحرير ستكون إعادة تأهيل المدينة والمساعدة في إعادة تأهيل البنية التحتية للتحضير لعودة المدنيين. للأسف بعض الجهات الإعلامية، بعض القنوات التي ما زالت تحاول الاستثمار في آلام الشعب السوري، حاولت الضغط علينا تحت عناوين منع المدنيين للعودة للمدينة دون أي أدنى اعتبار لمخاطر التي تتعرض لها أو يتعرض لها المدنيون في العودة، و بأنه أنتم تمنعون بعض وسائل الإعلام قالت. نعم، الكثير من وسائل الإعلام راهنت على هذه العناوين وحاولت الاستثمار فيه للأسف. طيب سيد مصطفى، من هنا أسألك يعني لهذا. نعم. دعنا نتحدث بداية، ننهي شق الدفعة الأولى التي أعيدت. ما المخاطر؟ ماذا يحدث معكم؟ ماذا يحدث عندما تعيدون أول دفعة؟ ما المخاطر بالداخل؟ كيف سيكون وضعهم؟ من سيساعدهم؟ هؤلاء أبناء مدينة الرقة سيبدأون بتأسيس مجالسهم داخل المدينة، سيكون لديهم إدارتهم الخاصة داخل المدينة. طبعا مجلس الرقة المدني بالأساس هي الجهة الإدارية المخولة بإدارة شؤون محافظة الرقة ريفا ومدينة. داخل أحياء الرقة بالتأكيد سيكون هناك قوى الأمن الداخلي المسؤولة عن حفظ الأمن والسلامة داخل المدينة، بالإضافة إلى البدء بإنشاء المجالس المحلية، مجالس أحياء داخل المدينة، للمساهمة والانخراط في عملية إعادة الحياة إلى شوارع الرقة وإلى كامل المدينة. المرحلة الأولى تضمنت إعادة سكان وقاطني السكان حي المشلاب، أولى الأحياء التي عادت إليها الحياة حاليا. هؤلاء العائدون أيضا هم بنفس الدرجة معنيون بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية ومع مجلس المدني. نعم، هل نعرف شيئا فيما يتعلق بالدفعة القادمة بالانخراط بإعادة التأهيل وإعادة إعمار والعودة عودة الحياة إلى طبيعتها؟ صحيح، ماذا نعرف عن دفعة الآتية؟ حاليا الأعمال إزالة الركام وفتح الشوارع وفك الألغام ما زالت مستمرة. الأحياء التي ستنتهي منها الوحدات الهندسية داخل مدينة الرقة وتستطيع التأكيد على أنها أصبحت مهيئة لاستقبال سكانها، بالتأكيد ستكون جاهزة لإعادة المدنيين من المخيمات إلى داخل المدينة. لكن لا نستطيع أن نتعامل مع الوضع داخل الرقة من منطلقات عاطفية أو من منطلقات عناوين إعلامية، بقدر ما يجب أن نتأكد تماما أن الأحياء التي يجب أن يعود إليها المدنيين هي آمنة، هي تماما على كبدء انتهاء من نزع الألغام كما حصل في حي المشلب. طيب، بسؤال أخير فيما يتعلق بإعادة التأهيل، هذا تتحدثون عنه اليوم وتعملون عليه، غير الشق الإنساني وإعادة المدنيين إلى مناطقهم. إعادة التأهيل تتطلب الكثير طبعا، ما تقديراتكم بهذا الشأن إن كان زمنيا أو ماديا؟ بالنسبة للوضع المادي، أعتقد أن مجلس الرقة المدني واللجان المتخصصة في مجلس الرقة المدني هي المعنية بوضع التقديرات النهائية للاحتياجات المادية، سواء لجهة تقديم الدعم العيني أو حتى التقديرات المالية لإعادة البنية التحتية. نحن كقوات عسكرية مهمتنا هو تقديم ما يمكننا تقديمه في هذا الإطار كمساهمة من جانبنا. صحيح، ما من هنا سؤالي، لأنه أنتم منخرطون يعني وتولون اهتماما
لكل النقاط التي تساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها في الرقة بشكل عام. بس انتهى وقتنا، شكرا جزيلا على كل المعلومات التي أفدتنا بها. من عين عيسى سيد مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لقوى سوريا الديمقراطية، شكرا.